اكثر شراب تحبه الكلية على وجه هذا الكوكب هو البقدونس. النهارده هتكلم على شاي البقدونس، فوائد لا تنتهي وغسيل كامل للكلى. عايزين نسيب الشاي الاسود ونسيب انواع الشايات وندخل في حياتنا شاي البقدونس. طريقته هعملها لكم في الاخر، يعني النهارده درس عملي من مطبخ كريم. ايه شاي البقدونس ده؟ ده بنجيب ميه مغليه وبعد ما تغلي خالص نحط شويه البقدونس، وبعد البقدونس عادي خالص، بقدونس في كل حته ده، ونغطيه شويه، نقفل النار، هوريكم ازاي بالظبط، ونحط غطا عشان الزيوت الطياره، وبعدين نرمي البقدونس ونشرب الميه بتاعته زي الشاي. ايه الفوائد؟ ليه بتقول لنا كده؟ بصوا بقى، اول حاجه شاي البقدونس ده فيه مضادات اكسده من النوع الرائع جدا. انا مش عايز حلقه البقدونس، انا هقول لكم حاجات جديده. في حاجه اسمها ليتيولين. الليتيولين ده بيعمل ايه؟ يدخل الجسم يعمل مضادات اكسده لكل الجسم، واحد. اثنين، يعمل فلاش للسموم، السموم اللي موجوده في الدم، السموم اللي موجوده في الكلى ياخدها وينزل. الحاجه الثالثه دايوريتكس، يعني الناس اللي معبيه ميه، الناس اللي واكله اكله مملحه وصحيت لقت نفسها جسمها كله ميه، الناس اللي كانت سكريات واكله حلويات كتير وصحيت حاسه ان هي منفخه، تاخد شاي البقدونس بينزل الميه الزياده من الجسم. فملح زياده، سكر زيادة، سموم زيادة، ياخدهم شاي البقدونس اللي ما بيكلفناش ربع جنيه. أول واحد مضاد أكسدة، غسيل السموم وغسيل الكلى، واحد. اتنين، في فيتامين سي، ولذلك أي حد يقولك اغلي البقدونس في المية راح فيتامين سي، أي حد يقولك اغلي مية وحط عليها ليمون راح فيتامين سي. عائلة فكر تاني، عارفين فيتامين سي بيكسر في الحرارة، فعشان كده بعد المية ما تغلي تهدى شويه وبعدين نقوم حط البقدونس، عشان كده كده هيتكسر لان الميه يعني في سخونيه خفيفه. فبس مش عايزين نخلصه كله، عايز تاخد فيتامين سي، كده كده احنا بناكل في السلطه، راجعوا حلقه البقدونس، احنا حياتنا كلها بقدونس في بقدونس، ولكن الشاي مش هتستفيد منه، هتاخد ربع فيتامين سي او تلت كميه فيتامين سي لانه اتكسر بالحراره. ولكن مهم قوي النقطه الثالثه، مضاد سرطاني رائع. في مواد في البقدونس بتنزل في الشاي بتاعه كمضادات اكسده وكعوامل مضاده للسرطان، لانها بتغسل الكليه وتطلع السموم من الجسم وتدي مضادات اكسده عاليه جدا. النقطه اللي بعد كده للسيدات، بينظم الدوره بتاعتك. لو دورتك مش منتظمه او عندك الدوره فيها الام جامده قوي، تقدري تستخدمي شاي البقدونس، بيريح جدا جدا الام الدوره او تنظيم الدوره الاثنين في واحد. في حاجه نسيت اقولها قبل كده، انا ليش شرب شاي البقدونس؟ من فتره كان اليوريا عليت عندي، عشان كنت باكل لحوم كتير وباكل بروتينات كتير قوي قوي، عشان انا في مرحله يعني مقلل الكارب ومقلل الدهون عشان العضلات تنشف، فلقيت اليوريا عليت يعني في المسموح، قلت عليكم على اليوريا يا ابو كريم. اليوريا كانت يعني ماكسيمم ما تبقاش مثلا ما تزيدش عن 40، هي كانت حوالي 55 60. قعدت اسبوع نص اليوم الاولاني ما اشربش الا شاي البقدونس. الحاجه اللي انا عايز اقولها، طبعا اليوريا نزلت 35 بعد اسبوعين، حاجه فظيعه. اليوريا زي ما احنا عارفين دي حاجه مش ريليتد قوي للكليه، الكرياتين والجي اف ار انتوا حافظين الكلام هم الاهم. المهم، فانا دلوقتي ماشي كل يوم بشرب شاي البقدونس، حتى حمايه بيقول لي ايه يا كريم انت بقيت تشرب بيره ولا ايه؟ الحاجات الكبيره دي بتاعت البيره هنا، قلت له حضرتك انا بحتسي شراب البقدونس. اديته له، طبعا هو انا معقده سبيرولينا وكلوريلا، قال له لا كل حاجاتك طعمها مش قد كده. البقدونس، شاي البقدونس مسكر جدا، وده اللي انتوا هتستغربوه، وطعمه حلو قوي، ما بحطش سكر. مجرد البقدونس نفسه طعمه مسكر. انا بشرب مثلا يعني الاسبوع اللي انا مشيت عليه بقيت اشرب حوالي 4 أو 5 كوبايات من دي، دلوقتي هي مره واحده فنجان او دي طول النهار، يعني كغسيل للكليه او تنشيط لوظائف الكليه، وبيغسل الكليه من اي بكتيريا، بيغسل بكتيريا من اي ميكروبات. الناس اللي عندها التهابات بكتيريه مستمره في البول، الناس اللي عندها حصوات في الكليه، شاي البقدونس جربوه قولوا لي ايه تاني في البقدونس. في زيوت اسمها ابيول وميريستاسين، الاثنين دول مضادات حيويه من النوع الاول موجودين في شاي البقدونس. الاثنين دول لو نزلوا عندك التهاب في المعده او بكتيريا في المعده يقضي عليه.
لو نزل في البول لقى اي بكتيري او اي بكتيريا مزمنه، ستاف مثلا، ستافيلوكوكس، او لو الايكولاي اللي هي صعبه قوي تتعالج من المسالك البوليه، الاثنين دول المريستيسين بالذات، زيت المريستيسين مضاد حيوي طبيعي موجود في البقدونس. فعندك اي حاجه مشاكل حصوات، اليوريا عاليه شويه، بتاكل بروتين، جسمك بيعبي ميه الى حد معين، عندك التهابات في البروستاتا، عندك التهابات في مجرى البول، عليك وعلى شاي البقدونس. طعمه حلو ورخيص وبيقلل السكر، لان البقدونس فيه عوامل بتقلل السكر، وبدام بينزل الميه الزياده فيظبط لك الضغط كمان، وما بيكلفناش اي شيء، والله طعمه لذيذ للغايه. النقطه الاخيره قبل ما نروح نعمل شاي البقدونس، البقدونس مليان نحاس، مليان نحاس. لو انت جبت ميه مغليه وقطعت البقدونس حتت صغيره قوي 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 عشان تبقى عجينه، وحطيت عليها شويه ميه دافيه خفيفين وعملتها عجينه، لو حطيته على شعرك، نقص النحاس بيعمل ايه في الشعر يا فكره تاني؟ الله ينور عليك. ومن اعراض نقص النحاس في الجسم ان الشعر بتاعك يبيض بدري. فانت لو عملت ماسكات او عملت شاي البقدونس وحطيته بالبقدونس نفسه لمده 10 دقائق قبل ما تغسل شعرك بميه دافيه، هيحسن كتير، هيدي النحاس اللي ناقص في شعرك، فممكن يحسن ان الشعر ابيض، مع العامل طبعا الاكل والنوم بدري وقله الكورتيزول والحاجات الكتير اللي احنا عارفينها. وصلت؟ يبقى نفعك داخليا، نفع كليتك. انا النهارده عشان الكليه، يعني حصوات كليه، التهابات كليه، مشاكل كليه، الميه بتتحوش في الجسم، كل مشاكل الكليه عليك وعلى شاي البقدونس، بلس ان هو مضاد سرطاني ويحسن الهضم ويظبط الضغط وينزل الميه الزياده. ومش عايز اعيد الكلام. بنعمل شاي البقدونس ازاي؟ المقادير يا ست هاني، هنجيب ربع جنيه بقدونس من الست اللي قاعده قدام الجامع، ونقسمهم نصين، ثلاث اربع رابط بقدونس، نصين عشان يدخلوا جوه الحل. الميه مغليه اهو، تمام كده الميه بتغلي، هحط بقى البقدونس كده، انا اطفيت النار واسيبها من 3 لـ5 دقايق، ولازم تبقى متغطيه عشان الزيوت الطياره اللي هي الابيول او المريستسين بيطيروا مع البخار، فلازم البخار ده يبقى مضغوط. لما يبرد خالص نبتدي بقى نصب وندي الرجاله الشاي اللي احنا عايزينه. الحله دي طبعا مخصوصه ان هي تصب في الكوبايات. مزاج، والله مزاج، هتدمنوه زي كده.